بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله بإذن الله عز وجل نكي شهادة أن لا شهادة أن محمد رسول الله تل قابينوغن نا بنانيني تل نا بنانينها حلقتي شكرغن رقم 10 قلنا حلقة 2 حلقة رقم 10 بنا شكتري نرتقى بنا برريها شهد أن محمدا رسول الله لا إله إلا الله القابل هنا معنا نر أركان لهر نر شروط لهر قابل لين غاركون شاقتين هن سواء تشرط شاقتين هن لا إله إلا الله نا محمد رسول الله ورانا قلنا أركان ورانا قلنا شروط نهيت قارنا نوبنا دمرين ما شاء الله وتبارك الله هم بس أنا عندك أحبابي الكرام نسألنا كابسواس دا نخر بدنا كان لك أي سنعد إسلام تقتصع من الشروط دي هي أركان دي رناش عنهن وريخ نين مرأجن نيتونا قبو بوابتكن صلاة لير شروط سير أركان سير الرن قريب تراه لك لا إله إلا الله نر شروط سير نر أركان سير الرن قريب تكاهو قريب تامي تاهون محمد رسول الله شهادة محمد رسول الله نر شروط دين الأركان دي كودو جرب دكم نكي دليل نرقصو عنه شهادة أن محمد رسول الله دليله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقوله تعالى والله يعلم إنك لرسوله دليل شهادة أن محمد رسول الله وهبني أن محمد رسول يا رغبن الله سبحانه وتعالى دليل وريكم القرآن لقد جاءكم رسول انتقوكم رسول من أنفسكم انتلد عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وقوله تعالى والله يعلم إنك لرسوله ورنقم معنا الرخنين معناها التصديق الجازم من سميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبد الله ورسوله إلى الثقلين كافة إنسهم وجنهم ورنقنين تصديق جازم من سميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبد الله ورسوله إلى الثقلين ليه غيرك يعني الثقلين ورنقن الجن والإنس كافة نادكد يعني تصديق منا لبكي للجو يلد من سميم القلب المواطئ لقول اللسان لا انقص وافقه ونقابس وافقه قلب لدر لانقي لدر لبكي لدر جوا قوف قوف لد أني من قلد لبكي لد قراري ما لانقى خدو أكدري لا طبقري لا إساري لا نردي قن ما محمد رسول الله أكد نين قن تصديق معناه قن تصديق لبكدر لانقي لدر لقن أوريه ما وقر في القلب وصدقه العمل أركان نرول انتنا قلنا أركان محمد رسول الله وريك ركن شخطين ركنان لين ركن قل لا إله إلا الله لين ركن شخطين هن محمد رسول الله لين ركن شخطين هن شروط لا إله إلا الله سأفتقين هن شروط محمد رسول الله سجق نان انتنا قلنا أركان لي الركن الأول الاعتراف برسالته صلى الله عليه وسلم لازم اعتراف كامل شخ وانير شخ
منا واني رشاق تصديق واني رشاق بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله. أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول جار لدقن جار إنساقاخن ندعوة حقن ما نين لارقن. والدليل ورنقن والدليل قوله تعالى محمد رسول الله محمد رسول الله. الله سبحانه وتعالى يكفي سورة الفتح تل محمد رسول الله. لينري اعتقاد عبوديته صلى الله عليه وسلم اعتقاد عبوديته صلى الله عليه وسلم لله اعتقاد عبوديته صلى الله عليه وسلم لله. لينقن الاعتراف برسالته واعتقاد عبوديته صلى الله عليه وسلم لله. عبد جاره عبد الله كان يعبد الله جار سنك أحدا نسق جاره رسول جاره جار سعب درقه نلينغا سنعدك اعترفنا شهنخون لينغا الركن نلقان أركانين ركن لاريا اعترفنا كنبو اعتراف كامل أرن كامل استسلام كامل إن رسول جاره إن نعصحوا إن نشعصابوا حقن كدوني غنشينا جاروغن غبر جاروغن جار سعبدك انه عبد لله صلى الله عليه وسلم. دليل وراني نلي غريتل والدليل ان الله وصفه بالعبوديه جار عبوديه وصفه له في اشرف المقامات ومنها مقام الدعوه دعوه لي الله سبحانه وتعالى وصفه له عبوديه. وقال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا كانوا يكونون عليه لبدا سورة الجن لمرار جنيني. فهو رسول لا يكذب وعبد لا يعبد. النبي صلى الله عليه وسلم رسول جن بميس سلاني وقبر جاروه جن عبد سلاني نين أركان أشهد شهادة أن محمد رسول الله. أنا متأكد جن قريهم مكو نجابنين إننا أبناء واسنا وسنا أبناء قاينا وسنا مرة رجح جن دي منا محمد صلى الله عليه وسلم رسول جن إمننا كنوب لكن عبد جاره جن عبادة استاهلنا وعبد لا يعبد رسول لا يكذب وعبد لا يعبد نا أركان لينجن أركان شهادة محمد رسول الله رو شهادة شهادة أن محمد رسول الله نلي نركن يلدونهن. أنا شروط نرول انتروغن شروطها ومقتضياتها أن محمد رسول الله ورا شروط ساختين وراها لزمات ورا وجبات يتلو علي نوغن أربعة سجا فقط شروط نرو تصديقه فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن خبرنا ننتخبه نين أمرنا شانهن طاعته فيما أمر لينغن واجتناب ما نهى عنه وزجر سيخوغن ولا يعبد الله إلا بما شرع. طيب تصديقه فيما أخبر من نوله من خبر النعصه النبي صلى الله عليه وسلم نيد وحين تقول جالد أمنا كنول النبي صلى الله عليه وسلم نيد حديث لي أمنا كنول طاعته فيما أمر طيب عنول شعرهن نية سنك ما برنامج يوت فرنا شعرهن واجتناب ما نهى عنه أي شرعات كده ني نسان عصا سكر جا إن دريا منه شيرة منه يقصينا نيزر كده دوينا من شعرهن تفاصيل دم برن تروجن إن شاء الله وألا يعبد الله إلا بما شرع كده جار عبس على الله هني مراد دي مزاج أنتو إلا النبي صلى الله عليه وسلم حبر خلنا جوج النبي صلى الله عليه وسلم فصل خلنا جنو تفصيل نيد جنجار سعبد نخر. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.